أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أحبائي، كيف حالكم؟ جئتكم اليوم بقصة لطيفة وبها عبرة مهمة يجب علينا تعلمها، لذا ابقوا معي فلنبدأ. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك طفل يدعى خالد. كان خالد يعيش مع أمه وأبيه، وكانت هذه الأسرة سعيدة. وفي يوم من الأيام قال الأب لخالد: يا بني، بفضل الله أتممت عامك السادس، وعلي أن أسجلك بالمدرسة، ومنذ الغد سوف أعمل على إتمام الأوراق. فبكى خالد قائلا: لا يا أبي لا، أنا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، أنا لا أحب الاستيقاظ باكرا، أنا لا أريد ترك غرفتي، أريد أن أستمتع في وقتي، لا أريد لا أريد، أريد أن أبقى ألعب بألعابي، أنا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة. صدم الأب من ردة فعل خالد، ولكنه كان أبا حكيما وقال: مع الأيام سوف يدرك خطأه، وسجله في المدرسة. وفي اليوم الأول من المدرسة استيقظ خالد وأكل فطوره ونظر من النافذة، فرأى أصدقاءه جميعهم ذاهبون إلى المدرسة وهم يرتدون الملابس الجديدة فرحين، فتركهم وراح يلعب كما خطط وكما أراد. مرت بضعة أيام على هذا الحال ولم يكف خالد عن قراره، ولكن بدأ يشعر بالملل، فأصدقاءه لم يأتوا للعب معه بل كانوا يذهبون إلى المدرسة. وعندما يعودون من المدرسة كان يقول لهم: تعالوا العبوا معي، فأنا مللت وسئمت الجلوس لوحدي. فكانوا يقولون له: لا 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 نستطيع، علينا حل الواجبات، فنحن ليس لدينا وقت للعب. ومع مرور الأيام أصبح خالد يستمع إلى أصدقائه وهم ينشدون الأناشيد الجميلة عند ذهابهم أو إيابهم. ففي يوم ما في المساء قال لأبي: أبي، أريد أن تعلمني هذه الأناشيد الجميلة التي ينشدوها أصدقائي. فقال له الأب: أعذرني يا بني، فأنا لا أعرف، من يستطيع تعليمك هذه الأناشيد هو معلم المدرسة فقط. فراجع خالد نفسه واستدرك أنه مخطئ، وأن قراره هذا كان خاطئا، وأنهم يتعلمون ويتقدمون وهو في مكانه يمل واللعب لا يقدم له شيء. فقال لأبيه: أبي، أريد منك أن تشتري لي حقيبة والملابس الجديدة للمدرسة وحذاء جديد. ففرحوا أهله وذهبوا معه إلى السوق واشتروا له كل متطلباته، وبحماس استيقظوا في اليوم التالي وهم فرحين، وأعدت أمه له الطعام بحب، وأبوه أخذه بحماس وهو يتشوق لتعلم ابنه. وعندما وصلوا إلى المدرسة قرر الأب أن يبقى مع ابنه حتى يحببه في المدرسة. وعندما صعدوا إلى الصف أحب خالد المعلم، لأنه كان يعطي الدرس بحب ويهتم بجميع التلاميذ. وهكذا أصبح خالد من المجتهدين، وصار يتجاوز المرحلة تلو الأخرى بتفوق وامتياز، وكانوا أهله دائما داعمين له ومعلميه يساندونه دوما. لذا حفظ القرآن الكريم قبل أن يتم الإعدادية، وأتم خالد الثانوية بدرجات عالية والتحق بكلية الطب. ومع مرور الأيام تخرج وأصبح طبيبا
متفوقا ومشهورا، يعالج المرضى ويستمع لهم ويداويهم، وكان رؤوفا بهم، وصار له اسمه وكيانه، وأخطاؤه علمته، وكان كلما لقى أبيه شكره لأنه أحسن التصرف عندما كان طفلا. تعلمنا القصة يا أصدقاء أن لكل شيء حقه، وعلينا أن نعطي للعلم حقه وللعب حقه، ولكي نكون أشخاص منتجين في هذا المجتمع علينا أن نتعب ونكد ونجتهد، ولكي نبني مستقبلا مزدهر علينا أن نؤسس لهذا المستقبل. إلى هنا يا أصدقاء انتهت قصتي، أرجو أن تكونوا استمتعتم واستفدتم، والآن أستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا. دمتم بألف خير.